رجعنا لكم مجددا المشاهدون الأفاضل لنواصل في باقي برامج باقي فقرات برنامج شلاليكو، وننتقل إلى فقرة الصحة لكن بعد هذا الفاصل القصير. دكتورة أهلا وسهلا بك. أهلا صباح. كما أسلفنا سابقا قلنا نتكلم اليوم عن الكست أو تكيس المبايض، فبداية عرفينا مرض الكست بذاته شنو؟ كثيرا من الناس يعانوا منه خاصة النساء، وشنو مرض الكست ده؟ أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم. موضوعنا اليوم عن تكيس المبايض، وتتكيس المبايض مرض شائع جدا بين النساء. نعم. خصوصا على اختلاف المراحل العمرية. نعم. نلقوه في الأطفال، نلقوه في المرحلة العمرية من سن 18 عام إلى 40 عام اللي هي المرحلة الإنجابية، ونلقوه حتى بعد انقطاع سن اليأس. فمرض تكيس المبايض المبيض ده العضو الأنثوي للمرأة المسؤول عن مصنع البويضات لحدوث الإنجاب وحدوث الأطفال فيما بعد. يحدث للمبيض بعض الخلل، وبالتالي بدل ما المبيض يسعى لتكوين بويضة فهذه البويضة لا تحدث، ولكن يحدث مكانها كيس ما على حسب نوع الكيس. في أكياس حميدة، وفي أكياس لو قدر الله إذا أصيب بها الإنسان أكياس أورام خبيثة. فهو بس المبيض يتحول من بدل ما يفرز بويضة يتحول إلى كيس، ثم يكبر 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 حسب الحجم. نعم. كيف تعرف المرأة أنها مصابة بمرض التكيس؟ على حسب الأعراض، يعني لوجود التكيس المبايض عدة أعراض، وعلى حسب المرحلة العمرية. نعم. وعلى حسب نوع الكيس. في أكياس أبرز الأعراض، أبرز الأعراض طبعا تأخر الإنجاب، ظهور مشاكل هرمونية، اختلاف الدورة الشهرية. ده هذه من أشهر الأسباب التي تخبر المرأة أن هناك خلل ما ويجب أن تبحث عن استشارة الطبيب. غالبا كده النساء يصيب ماذا؟ نوع من النساء المتزوجات أم حتى الفتيات الصغار يصيبهم هذا المرض؟ حتى احنا نشوف أكياس في عمر 3 سنوات. ليس التكيس المبيضي ليس له عمر، هو عضو موجود بجسم المرأة. نعم. وبالتالي يحدث له مرض في أي مرحلة عمرية، لكن يختلف نوع المرض. إذا كان الكيس ظهر في مرحلة عمرية كبيرة ما فوق 50 و60 فهذا غالبا يكون أكياس سرطانية. إذا كان الكيس ظهر في المرحلة العمرية الإنجابية فهذه غالبا أكياس وظيفية، أو أكياس تؤدي إلى خلل هرموني، أو أكياس تؤدي إلى تأخر الإنجاب. أما إذا حدثت في الأطفال غالبا هذه الأكياس تؤدي إلى ما يسمى بظهور البلوغ المبكر، تؤدي إلى مشاكل هرمونية وهكذا. على حسب العرض تأتي الشكوى. نعم. طيب هل له أنواع؟ له أنواع. أولا أنواع الفرعمومية الكبيرة، أورام حميدة أو أمراض خبيثة. نعم. ثم تنقسم بعد ذلك إلى درجات. نعم. وإلى أحجام. نعم. إحنا نشوف تكيسات من حجم 1 سنتي لتكيسات بحجم طفل 3 كيلو و5 كيلو. يعني تمنع هذا المرض، يمنع الولادة مثلا، تستطيع المرأة أن تلد؟ يحدث، ممكن يحدث تأخر إنجاب، لكن كونه يمنع الولادة إذا كانت المرأة حامل. نعم. وكان مصاحب للحمل وجود كيس على المبيض، على حسب حجم الكيس وعلى حسب مكان وجوده. هل هذا مكان وجود الكيس يمنع حدوث الولادة الطبيعية فبالتالي نؤدي إلى ولادة قيصرية؟ نعم. أم لا يمنع حدوث الولادة الطبيعية؟ على حسب الحجم وعلى حسب المكان. هل يمكن الشفاء من هذا المرض؟ طبعا طبعا، الله سبحانه وطريقة وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. نعم. فجميع الأمراض الحمد لله له شفاء حسب الطريقة المناسبة وحسب المرحلة العمرية وحسب إذا كان هناك نوعين من العلاج طبعا بالنسبة لنا كأطباء، إذا كان تدخل دوائي أو تدخل جراحي. لكن يجب على المرأة ألا تهمل في مبادرة بأخذ النصيحة الطبية لكي نساعد. كل ما كان الأمر مبكرا كل ما توصلنا إلى العلاج بصورة أفضل وبنتيجة أحسن. دكتورة مديحة، غالبا كده النساء بعد ما يكون في عملية جراحية لاستئصال التكيس ده في بعض الأحيان يرجع مثلا يقولوا كان استأصله، لكن بعد فترة كده تعني في رجع واحد. يحدث. السبب منين؟ يحدث لأن هو زي ما قلت لحضرتك هو مرض يحدث داخل عضو موجود بالجسم، وطالما العضو موجود معرض لحدوث أمراض فيما بعد. نعم. طبيعتنا إحنا كنساء
يعني الهرمونات تسيطر علينا أكتر. مع اختلاف مستوى الهرمون في الجسم مع اعتلال الهرمون ممكن يحدث أن يتكون الكيس بصورة أخرى، فهذا وارد. هل هناك مواد كده مثلا المأكولات تساعد في حدوث هذا المرض أم مثلا؟ من الأشياء ما بعض المأكولات، لكن في عوامل تؤدي إلى ظهور التكيس أسرع. أولها العامل الوراثي، إذا كان هذا الأسرة الأم الجدة الخالة كلهم مشتركين في حدوث التكيس المبايض، ده رقم واحد. ثانيا بعض المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، الدهون تحول في جسم المرأة إلى هرمون الأستروجين، وهرمون الأستروجين هو الهرمون الأول المسؤول عن جميع مشاكل المرأة. فكلما حافظنا على الصحة، على عدد تناول المأكولات القليلة الدسم، المواظبة على الرياضة حتى ولو بصورة خفيفة، تحمي أكيد جسم المرأة وجسم أي إنسان من جميع الأمراض. نعم، بالرياضة وتناول والأكل الصحي طبعا. نعم، فالمرأة مثلا المصابة بهذا المرض، ففي للقدام ممكن بعض الاستئصال ده يحدث لها آثار جانبية أخرى أم يكون علاج فوري وينتهي الموضوع؟ على حسب نوع التكيس، في أنواع من التكيسات يكون لها استئصال جذري، وهي طبعا الأورام الحميدة، وإذا كان التكيس أو الكيس ورم خبيث طبعا له تبعات أخرى، له تأثير على باقي الأعضاء، له تأثير بحسب طرق العلاج مدى الحياة، سواء كان علاج كيماوي أو علاج إشعاعي، فعلى حسب إذا كان هو ورم حميد أو ورم خبيث. نعم، هل ذات يؤدي إلى مثلا قلنا مرض خبيث لا سمح الله إلى إصابة المرأة بسرطان في بداية؟ بعض مرات المرأة تمشي تعمل كشف مثلا بسبب التكيس يقول في حدث سرطان. غالبا إذا كان التكيس في المرحلة العمرية ما قبل 60 عاما، نعم، غالبا لا يكون سرطان، هي أورام حميدة وممكن التعامل معها. لكن للأسف الأورام التي تحدث في العمر المتقدم، نعم، غالبا دي أورام سرطانية غالبا. ما هي طرق الوقاية من هذا المرض؟ طرق الوقاية من التكيس، المحافظة أولا المتابعة الدورية عند حدوث أي اختلال في العادة الشهرية. نعم، ده أول مؤشر يؤشر لنا أن هناك خلل ما. نعم، تمام. ثانيا المحافظة على الصحة الإنجابية. تكيس المبايض بيحدث مثل ما قلت لكم سابقا، أن هو عدم خروج البويضة. إذا حافظنا على المبيض أن هو ما يحدث له استثارة باستمرار و حدوث إباضة باستمرار، فهذا كده نحافظ على المبيض من حدوث له تكيس. بماذا يحدث هذا؟ عن طريق أولا الحمل والولادة. ما ندعو ليه إنجاب الكثير كثير من الأولاد هم زيد أمة محمد، لكن الحمل والولادة والرضاعة من الأشياء الأساسية التي تحافظ على صحة الرحم والمبيض بالنسبة للمرأة. دكتورة دعيني نعرف، هل التكيس المبايض ممكن معالجته بطريقة تقليدية أم لابد من إجراءات في مجال الصحة؟ بما أن تكيس المبايض هو مرض في الأول والأساس هو مرض عبارة عن اختلال هرموني، فليس كل الحاجات التقليدية أكيد تؤثر فيه. في بعض الأعشاب الطبيعية ممكن تؤدي لنتيجة، لكن نتيجة ضعيفة جدا، ما زي ما الإنسان ما يمشي للطبيب ويشيل أدوية ويشيل علاج. من الأعشاب الطبيعية التي ممكن تؤدي إلى نقص الكيس، خصوصا لو كان كيس حميد مجرد خلل هرموني بسيط أو ما نسميه كيس وظيفي يختفي حتى مع الوقت، لا يوجد به أي تدخل جراحي، شرب الجرفة، شرب الجنزبيل، المشروبين الاثنين دول بيحافظوا على مستوى الهرمونات في جسم المرأة، لكن ما يوجد أي أعشاب أخرى تؤدي إلى نفس الغرض. أنت من هنا ما هي الرسالة توجهها لكل مرأة تعاني من هذا المرض؟ لكل مرأة تعاني من هذا المرض عند حدوث أي أعراض لتكيس المبايض مثل ما ذكرنا، اختلاف في الدورة الشهرية، ظهور خلل هرموني عن طريق زيادة شعر الجسم، عن طريق تساقط الشعر، المبادرة فورا إلى استشارة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة. تمام، إن شاء الله الرسالة توصل لكل المشاهدات والمشاهدين اليوم قاعدين يتابعونا من خلال برنامج لاليكو ويتبعوا النصيحة اللي قدمتيها. شكرا لك مرة ثانية. شكرا، نتشرف بك في حلقات قادمة إن شاء الله.